أخواتي السلام عليكم، معكم معلم زهير. درت هذا الفيديو باش نوريكم كما وعدتكم الطريقة ديال الغصونة اللي كتشوف قدامكم، يعني هما يتخدموا بالكابل ولا يتخدموا بالنسبة اللي ما عندهمش اللي يبرموا من الحرير وعاد يجيبوا الحرير ويبرموا وهذا. يعني انا اختصرت لكم هادشي كله يعني في واحد الطريقة بسيطة وسهلة، يعني ديال السفيفة النيت. السفيفة تكون رقيقة في هاد العبار هذا، يعني انا خدمت بها انتما كما كتشاهدوا كابل خدمت بها غير بالسفيفة، خدمت الكابل ولصقته ووريته لكم مثال يعني تشوفوا قدامكم. دابا نوريكم الطريقة كيفاش غادي تصوبوا يعني هاد الكابل. غادي نبداو على بركة الله. كنحتاجو السفيفة كما قلنا رقيقة، كنعبروها يعني على حسب الغصن اللي غادي ديرو، يعني سواء يكون كبر من هذا الشيء طويل عليه ولا صغر منه، يعني على كل واحد على حسب الرشمه اللي غادي يدير فيها يعني هذا الكابل. انا خديت هذا الكابل عبرته، ها هو قطعت هذا الطريف عبرته، عبرت فيه 15 سنتيم ونص، قول نحيدو داك النص والنص غتبقى 14 ونص بحال هكاك، بحال هذا قد هذا اللي صورت لكم. نبداو دابا بالطريقه على بركه الله. كتشدوا بحال هكا يعني السيفة، كتشوفوا الظهر ديالها من الوجه ديالها يعني اللي غادي تخدموا به اللي يجي باين الشكل ديالو زوين. كتبداو كديروا هكا بحال هاد الطويل غير شوية، شي نص سنتيم كاع ولا سنتيم المهم، كتجمعوه بهاد الطريقة، كتجمع في النص بحال هكا. نبدا دابا غادي نرتق الخيط، نشد الجوانب بجوج على الطريقة، غادي نمشي في الخدمة. يعني غادي ندفن هادي ديال السفيفة، هاد الشعيرات الداخل بحال هكا، غادي نمشي كنشدهم غرزة غرزة متقاربة اللي كتلاحظوا، وما تشدوش بزاف السفيفه باش ما تاكلو ما تدخلوش بالخيط بالخياطه فيها بزاف وتجي مسروفه مجموعه، خصنا تبقى خاويه من الوسط باش تعطي داك الشكل ديال الكابل بحال هكا، يعني تبقى مبومبيه. المهم غادي نمشيو بهاد المنوال هكا غريزات، غير من الجوانب، وفي نفس الوقت هي كتجي بحال اللي كتجمع هكا بالغرازي، تبقاو تخدمو نتوما كتيريوها مزيان يعني باش تبقى غادية طويلة، يعني شادة الفورمة ديال القطيب يعني بحال الكابل مطلوق. الكابل غيجيكم يعني في الخدمة ديالو قاصح لأنه مبرون كله بالحرير، وفي المشكل ديالو أنه من الجوانب يعني من الاطراف ديالو غادي يبقاو تفسخو داك التراسم، غادي يعذبوكم حتى كيفاش تحطوهم هنايا، خصكم ديروا شي حاجه فوق منهم كما كتلاحظوا في داك الصور الموديلات، كديروا ورقه كضروا ديروا ريقه باش كتدرقوا داك اللعيب ديال التالي ديال الكابل، يعني ما غادي يجيش مفيني بحال اللي كندير هكا السفيفه، كتبقى مفينيه يعني ما كتبقى لا تشمتيف لا ما كتفسخش يعني بحال الكابل. الكابل ما يصلح لكمش تشدوه بالخيط يعني بحال هاد الطريقه ويبقى شاد راسو، يعني غادي يتفسخ، إذا ما تفسخش في الأول غادي يتفسخ من بعد مع التصبيم ومع الحركة وداك الشي ديال الرشمة في التوب. أنا كنفضل من الأحسن تخدمو بالسفيفة لأنها كتعطي الشكل للكابل وكتكون الزواقات مختلفة منها سبولة منها كل سيفة وكيفاش الخدمة ديالها. لاحظتوا هانتوما الكابل تلتلا كتبون بيو في الوسط،
كتبقى الخياطة تحت يعني ما بيناش ها ما كتلاحظوا من تحت ها الوجه ديالو اللي كيجي كيجي شي حاجة روعة شي حاجة غزالة. المهم كملوا الخدمة ديالنا بهاد الطريقة هانتوما لاحظتو كيبقى يتلوى مع الغرازي كتبقاو تجبدوه باش كيعطيكم الضعف الترتاق كيبقاش يعني غادي مكروز. كتستمروا بهاد الطريقة حتى النهاية ونوريكم ان شاء الله الطريقه ديال الترتاق ديالو باش كيترتق. هكا كتمشي وانتم كتبومبيو بحال هكا باش كيشد داك لا فورم ديال الكابل كتجبدو اونين طون كتبومبيو في الوسط باش كتبقى الخياطة ديالو في الوسط والوجه ديالو غادي هكا. كنستمرو على هاد المنوال يعني كنحاول ما امكن نبسط عليكم الامور لا في طريقة الخدمة ولا في طريقة الشرح وكنختصر عليكم يعني اسهل الطرق باش ما تبقاوش يعني يجيكم صعوبة مثلا في خدمة الحاجة. ان شاء الله الفيديو الموالي المرادة غادي نخدم لكم الوريقات دابا قبل ما نوصل للنهايه ديال القابل غادي نفتحو بحال هكا وندخل داك نص سنتيم مثلا بحال هكا ندفن يعني الداخل باش يجيني بحال الشكل ديال البدايه بحال الشكل ديال النهايه كما كتلاحظوا صافي باش مكيبقى لا تشنتي في الاوائل وكيولي مفيني في الخدمه ديالو من الاول للاخر. كنتمنى يعني الشرح يكون الفكرة تكون وصلت والشرح يكون باين بطريقة واضحة. باش كتنتهيو كتزيدو غرزات هنايا بحال هكا. دابا هدا هو الشكل النهائي كتجبدوه مزيان صافا هو الكابل ديالنا دابا واجد. دابا غادي نبداو الطريقة ديال الترتاق ديالو كيفاش. دابا مثلا انا اللي درتو هنايا هاد الشكل غادي ناخد ستيلو غادي نطراسيه مثلا الجهة المقابلة بحال هكا نبدا دابا نحطو هنا. لاحظو معايا يعني طريقة البداية كيفاش. الغرزة الأولى كنشدوها كنديروها في التوب في البداية ديال الغصن كنوضو بالخيط لتحت أو تبنا هنا من البداية نرجعو نديرو غرزة في نفس البلاصة نشدو بها نطلعها دابا فوق غادي نشدو دابا يعني هاد المنتصف من الوجه ديالو باش يبقى محافظ لنا يعني الوجه هو اللي يجي الفوق ما يبقاش يتلوى هكا ويجي بعين يعني الغرازي لتحت. غادي نرجعو نضربو الخ- الإبرة لتحت في التوب
طريقة سهلة وبسيطة. انتم دابا نخرج إبرة في الأرزة قريبة لهنا، غادي نمشي هكا، غادي نشد الكابل اللي نثبتو بصبعي بحال هكا، ونشد من داك الخياطة اللي درت اللي جمعت بيها اللي لاقيت بيها، غادي نستمر بهذه الطريقة. الغرزات متقاربين هكا، كنوريكم كيفاش غدريسي والكابل باش توقفو يعني في بلاصتو. ما كاينش اسهل وابسط من هذه الطريقه اللي درت لكم، ان شاء الله تعاونكم مزيان. دابا الكابل فاش كيترتق كتشدوه كتوقفوه بحال هكا، كتقعدوا تضغطوا عليه يعني من الوجه الوجه ديالو، صافي كيولي يتثبت يشد بلاصتو نيشان. الغرزة الأولى كتضرب في التوب كيتشد بها القنت ديال الكابل الحاشية ديالو بحال هكا اللي مخيطة. فاش كنجيو نزلو ليبرا والخيط مكنرجعوش نزلوها هنايا يعني نشدو في الكابل نيت، لا كنزلوها في التوب ديريكت باش كيدور الكابل مع الخياطة، كيبقى واقف بحال كيما كتشوفو، كيبقى واقف في بلاصتو والوجه ديالو هو اللي كيبقى الفوق. نتوما شتي كتمشيو مع هما حتى النهاية كيما كتلاحظو، الغرزات متقاربة ماشي بزاف، ماشي عاوتاني تبعدهم بزاف يعني بين وبين، يكون ميزانكم نتوما كتخدمو. باش تمشيو كترجعو توقفوه بحال هكا، كديرو على هاد الغرازي وتفركم هكا وصباكم من التحت يعني باش كيبقى شاد بلاصتو نهائيا يعني هانتوما، مكيبقاوش تيبانو حتى الجوانب ديالو من تحت اللي مغرزين. وتبقاو تمشيو تعبرو يعني فين غيجي الانتهاء ديالو، هانتوما فرشنا راه جاي مزيان. إلا ما رشمت بلا ما نعبر شحال شحال درت فرشنا ديال الضو، ولكن جات الحمد لله يعني مكادة بلا عبار نيت. نتمنى يعني تكون رؤية واضحة وتكون فهمتو الطريقة والشرح باين. هذه الطريقة ديال الشغل المعلم اللي تلتقو بها الطراسم هي اللي استخدمت في هذا الكابل اللي استخدم بها الزواق، هانتوما كتصرفوا الخيط شويه وكتوقفوا الكابل يعني باش يبقى شاد راسو في الاتجاه ديالو. اسمحوا لي كتلاحظو هانتوما كتخدم بطريقة حلزونية، و أون طون
كتوقفوا بحال هكا راكم كتصرفوا الخيط، يعني كان الغرازي مرخيم بس صافي كيشد بلاصتو، يعني حتى لو قلت لها كم كيبقاش يرجع لك يبان الجنب ديالو. كنشكركم بزاف على التعليقات وكلامكم الطيب ليا وتفاعلكم معايا المشاركة، كنتمنى لكم عند حسن الظن الجميع. ان شاء الله انا معكم في فيديوهات وافكار ان شاء الله جديدة، وغندير لكم رشيمات ديال هاد الزواق المنفوخ، غندير لكم بزاف د الرشامي يعني متشكلة باش متبقاوش تخدمو يعني غير بحال هاد التصويرة ديال هاد الموديل لي شافو الأخوات، يعني تشكلو الخدمة ديالكم كيما بغيتو ان شاء الله. صافي دابا يعني وصلنا للنهاية كما كتلاحظوا، نوريكم كيفاش غتثبتو التالي ديال الكابل، غتجي وحدها فين انتهيتو وغادي تشدو له الجانب يعني هذا اللي من النور بحال هكا، غتوقفوه هكا صافي دابا غادي يشد التالي ديالو على الطريقة اللي كتشوفو. هانتوما كيما كتلاحظو معايا الكابل هاهو جا في بلاصتو بسفيفة بشكل زوين، يعني مفيه حتى شي صعوبة بالعكس بكل سهولة بكل بساطة. أنا الفيديو دابا إن شاء الله غنديرلكم موالي، غنديرلكم في شكل الوريقات وغنوريكم يعني الطريقة ديال التنبات ديال هاد العقيقات وديال داك العقيقات اللي غيجيو من هنا من الجنب ديال هاد الكابل من هنا رقيقين ديال الجوهر. كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم و ديرو ليا جيم الفيديو و ديرو ليا أبوني للقناة وضغطوا على الجرس ان شاء الله باش توصلوا بكل جديد فورا نزوله. معكم معلم زهير وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.